وصل الفارس على أعتاب أسوار المدينة الجميلة، وظل يمشي حتى دخل المدينة عبر البوابات. خطفت المدينة أبصاره بمبانيها الساحرة وفتياتها الجميلات وفنونها من لوحات وموسيقى، فوقف يتأمل من حوله، ثم أراد أن يشتري كل هذا الملك، ولكنه عجز عن تقدير كل ذلك الجمال لكي يدفع له ثمن، وأدرك إن الإبداع لا ثمن له. أنا مش فاهم أنت إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده، مش فاهم. هاتي وريني وريني وريني. لا إله إلا الله، إيه اللي أنت عاملاه ده؟ ألو، مساء الخير، برنامج اللي أنا واللي بحبه، أهلا وسهلا. ما أنا حضرتك، أنا لقيت غادة هنا قاعدة متربطة وملفوفة بأحبال ولابسة أسود في أسود وماسكة تليفون أسود وعلى بقها شريطة بيضة حضرتك. أيوة، الحبل ابيض، يعني بعيدا عن الالوان حضرتك، بس هي قاعده متربطه، مش عارف مخطوفه دي ولا ايه، واقعه في فيلم هندي خالص. ايه؟ تاخدي عايزين يكلموكي. كلميهم قولي لهم في مشاكل ما بينكم حليها يا غاده، ما ينفعش تفضلي قاعده كده. مشاكل انتاجيه؟ هو واضح ان في حاجه ما بينكم يا فندم، مش عارف. ثانيه واحده، هي بقها مربوط. ثانيه واحده يا فندم، ثانيه واحده. قولوا له على الحلقه، اكلمه. ايوه يا فندم. ايه؟ انا اجي معايا البرنامج؟ ايوه. واجيب معايا حد كمان؟ ايوه. طب مش فاهم، انتوا طلباتكم كتير قوي على فكره. معلش. طب ثانيه واحده يا فندم، ثانيه واحده، خليك معايا. ماغي خلاص يا فندم، هي اتخطفت التاني، مش لاقينها يا فندم. ايه الاخبار؟ حلو. رايك في بيتي؟ لا جميل، رائع كده، حاجه عظيمه والله. يعني انا بحيي مصمم الديكور بجد، مهندس الديكور. حاجه جميله جدا. بحيي ايمن حامد بجد، عامل شغل حلو، وكل الناس بتدخل والله بجد لازم تعلق على الديكور. ده مبهر كده وليه حاله وجميل، كلاسيك كده، عامل المود كده. هايل. شاطر في الحساب كنت؟ لا خالص. عندي مشكله طول الوقت في الحساب فعلا. اي حاجه فيها حساب او فيها يعني خطوط مستقيمه ومسطره وقلم ما احبهاش. طب الارقام، رقم يعني ماشي ممكن بالتوب. طب اختار رقم بتحبه. 3 فردي. عايزه زوجي ماشي. لا انت اخترت 3، انت بتحب رقم 3، عارف ده معناه ايه؟ معناه انك عندك طموح، انك اللي بيحب الرقم ده عنده طموح وبيحب يعتمد على نفسه. صح، وبنيت نفسك بنفسك وخطوه خطوه وطوبه طوبه زي ما بيقولوا. الحمد لله، فعلا انا كده من وانا طفل بحب اشتغل واحب اجيب قرش. طب ايه رايك في كلمه البطل المطلق او البطوله المطلقه؟ يعني شايف ان السينما اصلا عمل جماعي، يعني هي الجمله البطوله المطلقه دي معناها ان انت بتخرج وتنتج وتعمل كل الادوار. هي لا، او معناها ان انت طول الفيلم انت لوحدك، يعني او مفيش حد جنبك باين. انا مؤمن انه الفيلم ده عمل جماعي، في واحد دوره مساحته قد كده وواحد مساحته قد كده، بس في النهايه هو عمل جماعي زي فريق الكوره كده، في هداف وفي مدافع وفي جون يمكن الكاميرا ما تجيبوش طول ما الفريق هاجم، فاهم قصدي؟ بس في النهايه هو عمل جماعي. يعني الحقيقه عمل جماعي برضو زي الفن والافلام. الحقيقه عمل جماعي. طب مين الناس اللي كانوا معاك في مشوار حياتك؟ كتير جدا جدا جدا، يعني انا مش عارف. العلامات يعني اهم اللي اثروا في حياه عمرو سعد. ابويا الله يرحمه هو العلامه الكبرى. الله يرحمه. يعني انا بعتبره العلامه الاهم، لانه يعني تاثيره فيا كان تاثير كبير وما كنتش مدرك مدى تاثيره. الله. هو توفى وانا لسه في اولى في الجامعه. ادركته لما توفى ولا اخر سنه في حياتي معاه، لانه كان عيان عيا شديد، يعني انه كنت ملازم ليه. وبعد ما توفى فهمت كل تفاصيله بقى وحاجاته، وفهمت قد ايه ان انا اصلا متكون عليه وانا مش واخد بالي. وليه كان بيعمل كده وليه كان بيعمل كده وليه كان هو كان طيب قوي، كان طيب مش عشان ابويا يعني. انا حاسه ان انت بتقول طيب. مين تاني في ناس من اصحابي
واخواتي وامي ومراتي اللي هي حاليا، ويعني في ناس كتير، وفي ناس يعني ماتوا يعني في ناس كانوا عايزين يقفوا جنبي من يعني الوسط مثلا او من اصدقاء او لا من الوسط، ما يعني ما فيش حد يعني كان مؤثر قوي في حياتك اكتر من الناس اللي قدمت لي فرص حقيقيه ان ابقى موجود، والناس اللي رفضتني. الاثنين دول لهم تاثير ايجابي، صح. تاثير مهم. الطفل في حياه عمرو سعد ابنه. عندك ايه؟ رابي. رابي ده اعز ما املك. يعني ايه رابي؟ يعني صاعد متنامي، حاجه عاليه يعني زي الربوه بس. آه. الرابي المذكر بتاعه. الله، انت اخترت الاسم ده؟ لا مامته. الله، بس احنا كنا بندور على اسم غريب مختلف وليه معنى. ليه معنى مش مهم. بس هو مختلف، لان احنا قلنا ايه، هو الاسماء عشان الناس يعني ما ينفعش مثلا انده على البرتقانه فالجوافه ترد. هي الوضعيه يعني، فاهم قصدي؟ وبعدين بيدي تفرد للشخص، يعني انت تبص تلاقي مثلا في المدرسه قولي يا عمرو، انا اسمي كنت متضايق منه عمرو كتير، تلاقي كل الناس هترد. وفي جيل بقى طلع اسمه يوسف. لا كل الجديد يوسف وادم، وبعدين جيل طلع اسمه ادم، فتلاقي العيال عامله زي القطيع. صح، لو اني لازم يندهوا بقى بالفاميلي نيم، يعني باسم الاب او العيله عشان يميزوهم من بعض. طيب انا هرحب ماجد الكدواني يجي يقعد معانا. هستاذنك. انا اعرف دلوقتي ازاي ان شاء الله لنا الطريقه والمقادير. المقادير اهو عمور نجم قد الدنيا. انا خاسس بقى. خاسس جدا حبيبي. يا حبيبي ازيك يا عمو؟ جبنا لك زي ما كنت عايز، ربنا يخليك. جبنا لك نجم زي ما كنت عايز. ده حبيبي من زمان. ده بصي بقى، يعني عارفه اللي اقول لك صاحبي من ايام الجيزه، هو ده. هو ده من ايام الجيزه، من قبل التمثيل. من قبل التمثيل. طب احنا سالنا عمرو على الارقام، لازم اسالك على الارقام. ارقام اتفضل. بتحب الارقام؟ طبعا. اختار رقم بتحبه. 7. انتوا الاثنين ايه ده؟ انتوا الاثنين فرد على فكره. احنا الاثنين برج واحد. انتوا متفردين وعندكم طموح وبتحبوا الاعتماد على النفس. هو قال 7 برضو؟ لا هو قال 3 بس. تلاتة. يعني احنا يعني على فكره 3 و7 و4 ارقام مهمه بس جدا. 4 ده زوجي، ده حاجه تانية يعني. لا مالهاش دعوه بفردي وزوجي، بس ليها دلالات. طب قول لي الدلالات. اصل على فكره انا وعمرو كمان برج واحد. برج ايه؟ القوس. احنا الاثنين قوس، حاجه منيله. ده شهر 11. هو 26 11 وهو 12. 10 12 10 12. انا بعديكوا على طول. جدي مكملين بعض وراكوا على طول. جدي يناير. ايوه. فثلاثة واربعة وسبعة. طب تقولي الدلالات الثلاثة والاربعة وسبعة. انا اعتقد ان الثلاثة رمز المحدود، والاربعة او الاربعة رمز المحدود، والثلاثة رمز اللا محدود، وجمعهم بيدي عدد 7 اللي هو الاكتمال. يعني انا محدود وهو مكتمل يعني. يعني بتكملوا بعض، كلنا بنكمل بعض زي ما بيقولوا. بالظبط. طب ليه بيقولوا انه افلام الضحك بس اللي بتعمل فلوس وبتعمل؟ لا انا شايف ان دي اقاويل بتطلع كده اجتهادي، لكن انا شايف انه التصديق والاحترام، ان انا احترم عقل المشاهد وفكره، هو ده اللي بيعمل ايرادات. الناس مستعده تتفرج على اي حاجه، مستعده تتفرج على الكوميدي وعلى التراجيدي وعلى الاكشن وعلى السسبنس وعلى الرومانسي وعلى كل حاجه. وانت مجربه ده، صح؟ طالما بنصدق يا غاده الناس هتصدقنا. بالظبط. مش مصدقين يبقى ان شاء الله يكون كوميدي تراجيدي اي حاجه، حتى الاكشن اللي بيتكلف ملايين، لو مش متصدق ما يخشش قلبي. انا بحس الادوار التراجيدي زي الادوار اللي بيقدمها عمرو ممكن الواحد يخاف منها، لان احنا في وقت الناس شايله هموم الدنيا والاخره. المشكلة يعني مش عايز شعب عاطفي. انا عارفه الهموم. بالزبط. مش عايزه حد يقلبها عليا يعني بالمعنى ده. مساء الفل. صفا جاسم يا حبيبي. الله يرحمه. في مشاهد كده تشوفيها ما تعرفيش تتكلمي بعدها. مش ممكن يعني. فيلم زي ده يعني تتوفر له كل المقومات وعناصر النجاح اللي في الدنيا كلها. طبعا. ومع ذلك لما نزل ما عملش ايرادات. افلام كتير كده. باب الحديد. افلام كتير كده. فريد شوقي، يوسف شاهين، وهند رستم. طب تفتكروا ده ليه؟ يعني دلوقتي الافلام دي علامه من علامات السينما المصريه. طبعا. طب ليه في وقتها هو ده اسكندريه ليه؟ افتكر الله يرحمه الاستاذ يوسف شاهين
قعدت معاه في المكتب وكان معلق افيش الفيلم ده. لما تقري الاسماء اسماء النجوم كتير جدا كل واحد لوحده ينجح فيلم يعني بالزبط. كانوا نجوم وعمالقه واهرامات في مصر وتحقق. فانا قلت له ايه ده كل دول؟ قال لي ده انا نفسي مش مصدق. الله يرحمه. يعني يرحمه. هو بيشوف انه ده اهم فيلم في تاريخه، وهو رايه انه ده اكتر فيلم هو بيحبه. فلما قعدت اشوف الفيلم تاني لقيت فيلم مهم فعلا. بس انا رايي بقى في الموضوع ده هي الفرجه، فكره الفرجه. يعني ايه؟ الافلام بتتعمل بطريقه معينه بشكل كلاسيكي، فالناس تقعد تتفرج على شكل معين طول الوقت. لما يجي لها فيلم فيه طريقه فرجه شويه مختلفه، مع انه ممكن يبقى ابسط، خلي بالك، فيتلخبط شويه، فياخد الفيلم زمن عبال ما تعمل افلام تانية، وهكذا عبال ما يستوعبوا الفيلم. اصل بيقولوا ان الذوق العام اختلف من زمان عن دلوقتي، وان دلوقتي لما بنعمل افلام زي دي واللي هو بيسموه يقولوا ده فيلم مهرجان عشان كده. كل فتره خدي بالك. طب ما هو نفس الحكايه دلوقتي الفيلم لما بيبقى فيلم اللي هو فيلم مهرجان او فيلم بجد او بيطرح قضيه مهمه او كده، بيقول لك اصل الناس دلوقتي ما بقتش تفهم نوعيه الافلام دي. ما هو الوقت ده قبل كده وكان نفس الحكايه لما الافلام دي كانت بتنزل كان الجمهور ما بس انا مختلف في الموضوع ده يعني عن الناس بقت عامله فيش. انا عايزاكم تاكلوا واحنا بنتكلم. انت عايز ايه؟ اتفضل. الناس بقت عامله زي الشماعه. قول عايز ايه؟ زي ما انت حطيت لنا هحط لك. يا جميل يا حبيبي ربنا يخليك. ميرسي. اصل انا هنقعد ناكل وحدنا. لا 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 انا هاكل برضه. حلو قوي اللون. حلو عجبك؟ بتعب فيهم قوي. ما انا واخد بالي. بقعد حته. تشربوا ايه؟ تعملي حتتين كل يوم. لعلمك حاجات صغيرة دي أصعب من حاجات في خروب. اه طبعا خروب فيه. اه خروب طبعا خروب مفيد مش. جدا ماشي ده عبقري خروب. كنت عايز اقول لك بقى ايه، الناس بقت شماعة. لا الناس مش زي مثلا الناس اللي بتنتج سينما او النقاد او الصحفيين. الناس بتتفرج على افلام باحساسها طول عمرها. خروب صح. لازم تخاطب احساسها بس صدقوه يبقى فيلم حلو، ما صدقوش يبقى الفيلم ده في مشكلة. افلام بتبقى جميلة وبعد كده هو بتتصدق بعدين ليه في وقتها؟ يعني ليه في حسب حاله المجتمع ساعتها. ما ممكن حد يبقى عامل يعني يوسف شاهين الله يرحمه لما عمل الفيلم ده كان سابق شويه. المجتمع ساعتها ما كانش مستوعب ده. فعشان كده الفيلم بياخد فتره عقبال ما يتم استيعابه يعني. فهي على حسب حاله المجتمع. وانت بس الدنيا بقى اتفتحت شويه بتاعي لما جد يعني المجتمع طبعًا. بقى طبعًا. الفرجه بقى على الافلام الاوروبي والامريكاني دلوقتي بقت الناس تقول لك مهرجان كان وبتاع. خلاص بقى يعني في وعي كبير بالمهرجانات مثلا، وانه الافلام اللي بيصدقوها والافلام الانسانيه او اللي ما بتسخفش بعقلهم زي ما ماجد قال. طيب. وعلى فكره السينما في الستينات حتى الرومانسي بتاعت عز الدين ذو الفقار الله يرحمه ما كانتش بتستخف بعقل حد. افلام بسيطه وجميله وعاشت زي الصخره موجوده تتفرج عليها لحد دلوقتي ومره واثنين وثلاثه وعشره. يعني في افلام ثانيه انتجت في التسعينات مره واحده بتتفرج عليها تاني مره يبقى كوميدي بالنسبه لك. صح. بتستغرب انت ازاي اتفرجت عليه في اول مره. طب ماجد بتحب الافلام اللي فيها مجهود جسد؟ يعني انت عملت مره في دور في كباريه دور واحد بيقعرج. بتحب تختار الادوار اللي فيها مجهود جسدي كمان يعني نفسي وجسدي؟ هو زي ما بقول لك هو فكره بس انه يعني يبقى في اي حاجه. بس طبعا في حاجات بتتعبني، بس طالما الدراما مستوجبه كده وانه مثلا سيب العرجه دي هيتصدق جدا. وبعدين خدي بالك مثلا العرجه دي في كباريه اخذت مشاكل ودراسه ومذاكره تاريخها ايه وهو اتصاب جات له من ايه بالظبط عشان بيدافع عن اخوه علشان نفترض هو اتضرب ازاي. هو اتضرب بسنجه في رجله. تفرق لو هو مولود كده او جات له كده او بالظبط تفرق مضروب ازاي ومضروب فين، فالاعاقه هيبقى شكلها ايه. وبعدين تبتدي تعجنيها جواكي تاني انها تبقى متصدقه مع الشخصيه. طب عمرو هما دايما بيشبهوك بالنجوم القدام، بيبسطك ده ولا بتحب انك تكون؟ بس هو جديد يعني. انا جديد بس لا يعني يعني مثلا ممكن واحد مع يعني المنشأ جديد يعني ممكن حد ما يشبهوش بحد علشان ممثل تقيل. الله يخليك يا ماجد. يعني بيبسط انت كمان يعني حاجه زي دي تبسطكم ولا كل واحد يحب ان يكون لا هو ماجد الكدواني هو عمرو علشان ممثل تقيل فالناس بتقول لك ده زي القدام. ده التعبير البلدي اللي بيطلع من القلب على طول. غير زي القدام ممكن يبقى حد بعينه يقول لك انت احمد زكي مثلا انت
الاحساس ده. هي حاجه يعني مشرفه وتخوف وتلخبط. طبعا حاجات كتير مع بعض، مسؤوليه زي في البنات رهيب. لو حد قال لواحده ده انت زي سعاد حسني، ده انت زي شاديه، ده انت زي فاتن، بيبقى احساس مخيف. انت اتقال عليكي كده؟ لا اتقال عليكي لا لا, لا. ربنا يخليك يا بنت عشان بتحبني. احط لكم الحلوه قوم ولا تاخدوا لوحده؟ لا مخليكي بقى زي ما انت. لا لا احط لكم الحلوه. انت حط لنا وانا هقوم. طب الصحافه ايه اخباركم؟ ايه مع الصحافه وال ده السؤال بقى؟ لا لا السؤال سؤال عام. الصحافه المقصود طبعا، بس يعني في صحافه كده وصحافه كده. انت ايه اللي قلقك من الصحافه كده؟ طب هو ايه اللي قلقه كده؟ لا ما بلاش من الصحافه، هي مقلقه شويه. ليه بقى؟ ما يعني في اجزاء منها مقلقه، في اتجاهات منها مقلقه شويه، يعني الواحد بيبقى حامل هم فكره الديسك. لما بتبقى يعني مش فاهم يعني ايه ديسك، يعني انا كل ما اعمل حوار مع حد ويطلع الكلام كله غلط ومش على لساني. انا لدرجه تعقدت. انا عايز واحده من دي هحط لك. والله انا بشوف ايه اللي حطيته من ده كله من كل الاشكال. فترجعي تسالي من عشان ما انساش احط واحده واحده واروح ارجع احط من ترجعي تسالي يا جماعه ليه الكلام اللي انا قلته مش هو مش هو وليه محورين ليه محورين ومدخلين وكلمه تكون قلتها عاديه تتقال عنوان وحش. اقول لك والله العظيم ده الديسك. انا نفسي افهم ايه الديسك ده. الديسك حد يعرف ايه موضوع الديسك اللي بيغير في اقوال الناس ده؟ مش عارف ايه الديسك. ايه اللي ما حطيتهولش الديسك ده بقى اللي الديسك ده اللي هو في الظهر. اي ده ما هو انا يعني ساعات يبقى عندي ديسك. انا عندي ديسك. مرسي كتير جاي. انا مش هاكل انا اللي بتحبها عمرو ازود لك منها كتير عشان تقولش علينا بخله. بس انا بس مش هاكل وانا احط لنفسي عشان ماجد ما يقومش. طيب مرسي. مش عامله رجيم؟ نعم. شوف عمرو انت لازم تجاوب، مش عايز تتكلم. انت ليه اتخضيت كده من الصحافه؟ قلت من انهي ناحيه يعني؟ عندك تاريخ او ماضي او حاضر مع الصحافه واهتماماته يعني الديسك فيه مشاكل برضو؟ يعني هي علاقة مهمة بس معقدة، وفي نفس الوقت احنا شوية في مهنية قليلة شوية في بعض او في المعظم عشان نبقى نكون صراحة. ده بيخلي العلاقة دي فيها خلل في اوقات. فالاحسن الافضل انك انت تسكت وخلاص. وبعدين تعالي نبعد عن فكرة الاسئلة واللقاءات الصحفية ونروح للنقد. الصحافة اهميتها في النقد بقى. ليه ان المفروض يبقى في علاقه بيني وبين الصحفي؟ أيوة. مهمه تنقد شغلي ودوري عشان استفيد واتعلم من رايي. الكلام اللي كل الناس بتقوله، مش هنقول حاجه جديده طبعا، لكن مجرد تذكره انه لازم انت تاخد بالك مني وتنقدني بشكل صح. كويس وادمي صح. وخاف عليا صح. انا شغلك وده شغلي صح. وجهني وجهني، انا محتاج حد يوجه، محتاج العين صح. طول ما انا في اللوكيشن محتاج عين المخرج. طول ما انا بعد كده عملت فيلم وخلص خلاص اللي اتعمل محتاج عين تنقدني وتقول لي خد بالك من عين صادقه تقول لي ايه غلطي وايه الصح واكمل على كده ولا صح. عين صادقه صح. صادقه الجمله دي الكلمه دي مهمه جدا. ساعات بيبقى الواحد حواليه ناس تقعد بتجامله فيصدق ان هو ماشي صح وهو يبقى، لكن مش الهدف ان احنا نقعد نكسر في بعض ونشتم في بعض وخلاص. مش ده الهدف يعني. انا بجد والله مش عارفه اقول لكم ايه. انا بشكركم بجد يعني انتوا جيتولي. طب نكمل اكل يعني. لا 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 هنكمل ده لسه، ده في سؤال بس يعني السؤال ده هساله لكم وانا مش عايزاكم تجاوبوه دلوقتي. يعني انا عايزاك انتوا الاثنين كده بقى تقولوا كلمه لبعض يعني قدام الجمهور. يعني الجمهور عايز يسمع ماجد وعمر لو هم قاعدين مع بعض ممكن يقولوا لبعض ايه؟ انا مش أنا دلوقتي مش دلوقتي. فاكر البرنامج اللي انت بعتهولي يا ماجد؟ انا حاسس في نفسيتي قوي. انت مش هتنسى الموضوع. بس انا ما كنتش اعرف حاجه على فكره، ما كنتش اعرف حاجه خالص. انا قلت لك تقريبا انا مش فاضي حاجه كده. هو ماجد كان مش فاضي مره في برنامج كانوا عايزين استضافه لقناه الاسره والطفل وبعدين بعتني انا الحقيقه. ما كنتش عارف ايه البرنامج بس كان منساش يعني اليوم ده. احنا الاثنين كنا في البدايات بقى وما يعني بالنسبه لي برضو اتخطفت. قال لي ده عايزينك بالاسم. انا بفتكر طول الوقت يعني الايام دي يا ماجد والله العظيم. ولما قابلتك حتى لسه انا قابلك في مبنى الاذاعه والتلفزيون. ايوه صح. وعايزين بقى ما نتقابلش. انا عارف انك مشغول وعندك. لا انا عايش اليوم بيومه زي ما انت عارف. عايزين بقى نتقابل اليوم بيومه زي زمان. اكيد. بس نتفق على حاجه نعملها. اكيد اكيد. انا عايز اشتغل بس انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. فضل. انا بجد بصراحه من كل قلبي وانا قلتها لك قبل كده بس اقولها لك قدام البشر، انا فرحان بيك قوي. وانت عشان انسان بخلي. محترم ونضيف ربنا بيكرمك. وعلى فكره يعني على العلامات بتاعت ربنا واضحه في حياتك وده اللي مفرحني جدا الحمد لله.
وصل الفارس على أعتاب أسوار المدينة الجميلة، وظل يمشي حتى دخل المدينة عبر البوابات. خطفت المدينة أبصاره بمبانيها الساحرة وفتياتها الجميلات وفنونها من لوحات وموسيقى، فوقف يتأمل من حوله، ثم أراد أن يشتري كل هذا الملك، ولكنه عجز عن تقدير كل ذلك الجمال لكي يدفع له ثمن، وأدرك إن الإبداع لا ثمن له.